أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام بالفيديو. الفنان فايز الملكي يقنع الفتاة وسام السويلمي بالعودة إلى السعودية بعد هروبها من أسرتها لألمانيا. شاهد الفيديو. روح السفارة، وإذا رحت السفارة واستقبلوك بثي من السفارة قولي أنا في السفارة والحمد لله. فعلا توضح الحقيقة لكل البنات المغرر فيهم إن السفارة عدوة للمواطن السعودي. إيه لا 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 لا، والله ما حد يظلمك، والله ما حد يهينك، والله ما حد يهينك. هذا السفراء خادم الحرمين الشريفين. يعنيك الكثير فايز، يعني مرة وعد إن شاء الله بكرة. يا ليت، بس أنا خاف أجي بكرة ونفس الوقت ألقاك تبثين تقول والله قال لي واحد لا تروحين السفارة، أنا خايف. لا والله وعد إن كلامك مرة كان يعني لي الكثير، ومرة لامسني ومرة طمني.